للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية. أهلا بحضرتك يا دكتور. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. ببدأ معك دكتور من النقطة اللي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاصة بإصلاح مجلس الأمن ودعم الولايات المتحدة لإصلاح مجلس الأمن ليشمل توسيع التمثيل الأفريقي، هذا ما قاله تقريبا بالنص. طبعا بغض النظر عن أن نقطة إصلاح مجلس الأمن في هذا التوقيت تحديدا تأتي بكثير من الجدل لأبعاد كبيرة حتى خاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن ما آليات توسيع هذا التمثيل الأفريقي؟ بعد التحية لحضرتك ومشاهدينك الكرام، حضرتك كما تعلمي أن القارة الأفريقية أصبحت أحدى القارات التي ينظر إليها من قبل الدول الكبرى أو القوى الكبرى في العالم. يمكن الصين سبقت الولايات المتحدة الأمريكية للدخول إلى المعترك الأفريقي أو حتى الاستثمار الأفريقي، وطبعا هناك دول أخرى كذلك روسيا والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك. طبعا تصريحات السيد جو بايدن بمسألة توسيع مجلس الأمن ليشمل دول أفريقية هي مسألة قديمة جديدة، يعني طرحها العديد من الرؤساء سواء ما يتعلق منه بالرئيس الأمريكي أو رؤساء دول أخرى، لكن المشكلة كما أشرت حضرتك تظل في مسألة كيفية وآليات التنفيذ، لأن الميثاق الخاص بالأمم المتحدة يحدد مسألة قالت 5 دول دائمة العضوية و10 غير دائمة العضوية، من الممكن أن تزيد قليلا أو تنقص، لكن المشكلة هنا كيف يتم تعديل ميثاق الأمم المتحدة؟ لابد أن يوافق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليه من قبل مجلس الأمن نفسه. حضرتك كما تعلمي أن مسألة حق الفيتو أو استخدام حق المعارضة للدول الكبرى أعاق العديد من القرارات وربما يؤثر، لكن هي فكرة جيدة في حد ذاتها. مسألة النظر إلى الدول الأفريقية باعتبارها أحد الدول المؤثرة في النظام الدولي وأيضا إمكانية التشارك في مجلس الأمن من قبل الدول الأفريقية ودخول الدول الأفريقية بأعداد أكبر إلى مجلس الأمن، أعتقد أنه فكرة تصب في عدة أطر. لعل الإطار الأول يتعلق بالقدرات الأفريقية الموجودة حاليا داخل الدول الأفريقية. كان ينظر لأفريقيا في الماضي باعتبارها قارة موارد طبيعية يؤخذ منها موارد طبيعية ثم ترد إليها مواد كاملة الصنع كما يقال، لكن حاليا من خلال خطة أفريقيا 2063 ومن خلال الأجندة التنموية الأفريقية ومن خلال أيضا التأثير الأفريقي في البعد الجيوسياسي العالمي وأيضا فيما يتعلق بالأهمية الكبيرة للمرتكز الأفريقي سواء من ناحية السياسية أو الاقتصادية وما إلى ذلك، صار ينظر إلى أفريقيا باعتبارها قارة المستقبل. ده من جانب. من جانب آخر ما يتعلق منه بالمعدلات التنمية في أفريقيا والتي بدأت بالتزايد وأصبحت الدول الأفريقية أحد الفاعلين في النظام الدولي سواء من خلال طبعا الدول المرشحة لأن تدخل في دائرة الاهتمام من الدول الكبرى سواء ما يتعلق منها بدول داخل الشمال ووسط وغرب أفريقيا أو في جنوب أفريقيا، وكلها أمور تشير إلى أن الدول الأفريقية على الطريق الصحيح من خلال أجندة تنموية تراعي كافة الأبعاد وأيضا تراعي العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الدول الكبرى بحجم الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى. طيب دكتور محمد، يعني هذا البعد الجيوسياسي الذي ذكرته، طبعا مصر هي في قلب هذا البعد ودورها محوري خاصة مع قيادة قوة المهام المشتركة مع الولايات المتحدة في البحر الأحمر وباب المندب. مسألة الثقل المصري في هذه المعادلة كيف تأتي من حيث المكاسب التي ستحققها مصر من هذه القمة؟ طبعا مكاسب عدة، وننظر إلى الثقل المصري باعتبار مصر حجر الزاوية كما يقال في العلاقة ما بين والشراكة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأفريقية. لو نظرنا إلى الموقع الجيوستراتيجي لمصر تجري حضرتك مصر وكأنها بوابة المرور إلى القارة الأفريقية، لا يمكن أن يحدث أي نوع من التفاعل مع القارة الأفريقية دون أن تكون مصر حاضرة بقوة دون أن تكون مصر هي القائدة لهذه التحركات. من خلال طبعا الربط ما بين مصر ودول أفريقية وشعرنا بجهود الدبلوماسية الرئاسية منذ عام 2014 عندما بدأت مصر في الولوج إلى دول أفريقية لم تكن تعتدها كما يقال السياسة الخارجية المصرية، رأينا الرئيس يزور تشاد والنيجر ودول أخرى في غرب أفريقيا، رأينا هناك تفاعلات ما بين مصر وبين القارة الأفريقية، رأينا مشروعات تدشن سواء في قاد نهر الكونغو سواء في تنزانيا سواء في دول أخرى داخل القارة الأفريقية، رأينا مشروع هام جدا للربط الحديدي يبدأ ما بين مصر ثم السودان وجنوب السودان ويستمر إلى دول أفريقيا. أعتقد كل هذه الأمور تشير إلى أن مصر على طريقها الصحيح فيما يتعلق بالتنمية في أفريقيا. رأينا أيضا أجندة تشمل
في عام 2018 المنتدى الأفريقي الصيني على سبيل المثال برعاية مصرية، رأينا أيضا شراكة ما بين مصر وألمانيا فيما يتعلق بالحوار الأفريقي الألماني في 2018، كلها أمور تشير إلى أن مصر ترعى مسألة التنمية وأجندة التنمية في القارة الأفريقية. لو نظرنا للقمة الأمريكية الأفريقية نجد أن مصر حاضرة بقوة، حاضرة من خلال التشارك ومن خلال أيضا قيادة وزعامة الدول الأفريقية في هذه القمة، ومن خلال أيضا التحدث باسم هذه القارة ما يتعلق منه بأجندة التنمية، وأن التنمية في قارة أفريقيا صار أمرا لازما كما يقال، سواء من خلال طبعا الفكرة التنموية العامة وليس من فكرة من خلال فكرة التنمية الاقتصادية فقط. يعني يمكن المنتدى يركز على مسألة الاقتصاد باعتباره حجر الزاوية، لكن هناك أيضا أمور أخرى تتعلق بالتشارك الاجتماعي، تتعلق أيضا بمنتديات الأعمال، تتعلق أيضا بمسألة حتى تطوير الثقافة الأفريقية وتنويع الثقافة الأفريقية من خلال الشريك الأمريكي. رأينا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تدشن مجلس أعمال للشباب ما بين القارة الأفريقية والقارة الأمريكية من خلال أيضا دور مصري هام. فنعتقد أن كل الأمور دي تشير إلى أن مصر حاضرة بقوة، سواء من خلال الاجتماعات المشتركة أو من خلال أيضا حلقة الوصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأفريقية، أو من خلال التعبير عن أصوات أفريقية. ربما تكون مصر قادرة على التعبير عن مشاكلهم وأرائهم وأحلامهم وأمالهم بصورة أكثر عمقا للجانب الأمريكي. ولا ننسى أن مصر هي الشريك الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية، فهي قادرة كما أشرت لحضرتك على الوصول إلى الصوت الأفريقي ونقله إلى الجانب الأمريكي. ده من جانب. من جانب آخر ما يتعلق منه أيضا بمسألة الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لو نظرنا بالفعل يا دكتور المصرية، يعني مصر لطالما كانت خاصة على مدار السنوات القليلة الماضية هي المتحدث الأبرز باسم كل القضايا الأفريقية، خاصة ما يتعلق بقضايا التنمية في أي محفل دولي. على كل حال أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية.